هيك احسن للبشره. شو لازم البس بهيك ايفنت؟ لازم رأيك. لازم شوف دكتور. اليوم حابة أعطي 6 نصائح لإفطار صحي بشهر رمضان. أول شيء لازم نتبع السنة النبوية الشريفة ونبدأ الإفطار بتناول 3 حبات تمر مع كاسة مي دافية، بعدين بنروح بنصلي صلاة المغرب وبنرجع لنكمل طعام الإفطار. هيك بنكون أخذنا طاقة وما أقبلنا على الطعام الإفطار بشره وبكمية كبيرة، وهذا حيحمينا من مشاكل سوء الهضم اللي ممكن تكثر بشهر الصوم. بعد ما نرجع من الصلاة بنبلش بطبق السلطة أو الشوربة. بدنا ننتبه أنه النصيحة الثالثة أنه ما ننوع ونفرط في المقبلات على وجبة الإفطار، ونتجنب المقبلات المقلية أو المخللات أو الغنية بالملح. لازم نستغل شهر الصوم لنقلع عن العادات السيئة مثل التدخين وشرب الكحول. كتير مهم أنه نركز على الحركة والرياضة خلال شهر الصوم، وأهم شيء ما ننسى شرب المي بكميات كافية لتخلينا نعوض السوائل اللي عم نخسرها خلال الفترة الطويلة الممتدة من السحور إلى الإفطار. أحسن للبشرة. شو لازم ألبس بهيك إيفنت؟ لازم رأيك. لازم شوف دكتور.